الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. هنبدأ بقى نسمد الطماطم ونحط البرنامج بتاعنا. البرنامج زي ما قلت للناس الناس المريشة المبسوطة سماد مركب، والناس المساكين اللي زي حالتي كده تمام سماد أحادي. تمام طبعا، اللهم احيني مسكينا واميتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. تمام. طيب هنيجي بقى نبدا من اليوم العاشر. احنا طبعا العشرة ايام الاولانيين دول خلصناهم في الاسمدة وفي الحقن بتاع المواد بتاعتنا اللي هي المطهر الفطري والكلام ده كلته، والنبات ابتدى يشد حيله معانا. بعد 10 ايام في الصيف المفروض الدنيا تكون كويسة، وفي الشتاء برضو تكون كويسة. طبعا انا بتكلم على 1000 نبات، على 1000 نبات، الكميات دي 1000 نبات يا جماعة. تمام. طيب بالنسبة لي اليوم العاشر، تمام، هنفوت يوم ويوم بقى. هو اليوم العاشر، اليوم الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، السادس عشر، الثامن عشر، اليوم العشرين. تمام. طيب اليوم العاشر، لو انت عندك 13 40 13، حط منه كيلو للألف، يعني نص جرام للنبات. تمام، حط منه كيلو. تمام، 13 40 13. طب في ماب، حط ماب. طب في مغنم، حط مغنم. ما تنشفش دماغك، اي ماشي حالك، ما توقفش كل حاجة تعمل لي عليها فيلم وموال، ماشي، يعني خلي دماغك كده ماشي. تمام. طيب تعال على اليوم الثاني عشر، بنحط 18 44 زيرو. ما عندكش حط اي حاجة برضو عالي فوسفور، اهم شيء الرقم اللي في النص ده يبقى عالي، ده اللي يخصني. زائد 300 جرام سلفات مغنيسيوم. تمام، 300 جرام سلفات مغنيسيوم، عشان اللون ابتدى يحل منك في العشر ايام اللي فاتوا نتيجة نقلك من المشتة اللي برا، فابتدينا نحط حاجة تغمق لنا الدنيا كده زي المغنيسيوم. تمام. اليوم الرابع عشر بنحط نترات كالسيوم. تمام، نحط نترات كالسيوم 1 كيلو. تمام. طيب اليوم السادس عشر بنحط هيوميك أسيد 150 جرام للألف نبات. تمام. طيب بالنسبة لليوم التمنتاشر أو الثامن عشر بنحط 13 40 13، يعني كررنا، بنحطها بمعدل كام؟ بمعدل 1 كيلو برضو، 1 كيلو. تمام. طيب اليوم العشرين بنحط كام؟ 18 44 زيرو، ماشي، زائد 300 جرام سلفات بوتاسيوم. تمام. لاحظ ان انا بزود هنا في زايد، بحط العالي البوتاسيوم الفوسفور دهوت، عشان بس في 13 ده افضل. ليه؟ في برضو بوتاسيوم وفي نيتروجين يمشي الحال، اما دهوت في نيتروجين وفي فوسفور ما فيهوش بوتاسيوم، فده بتلاقيه كويس وده برضو بتلاقيه كويس. لو ما لقيتش حط، الاهم شيء زي ما قلت لك الرقم اللي في النص دهوت يكون عالي، لان انا عايز فوسفور في المرحله دهيت، عشان المرحله ديت بيتشكل فيها الجذور. تمام. والجذور طبعا بتحتاج الى ايه؟ الى فوسفور عالي. تمام. طيب نيجي بعد كده للسماد الاحادي بقى. لو انت راجل مسكين زي حالتي كده وعندك، ما عندكش غير السماد الاحادي، عندك حمض فوسفوريك، حط لي يا عم نص كيلو حمض فوسفوريك. ده اليوم العاشر، اليوم العاشر اهو، احنا عاملينها شايف المربع بعيد عنك اهو، اليوم العاشر اهو، حمض فوسفوريك نص كيلو زائد نترات نشادر 1 كيلو. تمام. بعد كده عندي حمض فوسفوريك، حمض فوسفوريك. تمام. في اليوم ال 12 من الزراعة، حمض فوسفوريك 1 كيلو. تمام. زائد نترات نشادر 1 كيلو، زائد 300 جرام مغنيسيوم. تمام. لا دي نص كيلو حمض فوسفوريك، اسف يا جماعة، دي نص كيلو، دي نص كيلو، 1 كيلو كتير، نص كيلو. تمام، نص كيلو. تمام. ده اليوم ال 12. اليوم ال 13 ما غيرناش حاجه، زيك زي الراجل المبسوط اللي عنده فلوس. نترات كالسيوم، هو برده عنده نترات كالسيوم 1 كيلو. هيوميك اسيد، هو هيوميك اسيد برده 150 جرام. ده اليوم ال 14 وده اليوم ال 16. طب اليوم ال 18، اليوم الثامن عشر اهون، يبقى حمض فوسفوريك نص كيلو زائد نترات نشادر 1 كيلو. تمام. حمض فوسفوريك اليوم العشرين، حمض فوسفوريك نص كيلو زائد نترات نشادر 1 كيلو. تمام، اكتبهم كويس. يبقى دهوت اليوم اهوت 10، ده اليوم ال 12، اليوم ال 14، اليوم ال 16، اليوم ال 18، اليوم ال 20. تمام اهم، اليوم العشرة اهو
اهو، ويوم 10 حمضه في سفريك نص كيلو، زائد نطرتنا شادر 1 كيلو. اليوم ال 12 اهوت من الزراعه، من بدايه الزراعه حمضه في سفريك نص كيلو اهوت، زائد نطرتنا شادر 1 كيلو زائد مغنيسيوم، تمام. خش لي على اليوم ال 14 زيك زي الراجل الغني، نطرات كالسيوم 1 كيلو. تخش لي على ال 16 هيومك اسيد 150 جرام اليوم ال 16. اليوم ال 18 حمض فوسفوريك نص كيلو زائد نطرات نشادر 1 كيلو. يبقى اليوم ال 20 حمض فوسفوريك نص كيلو زائد نطرات نشادر 1 كيلو، وممكن نحط معاهم شويه مغنيسيوم، تمام كده. يبقى احنا كده وصلنا لليوم ال 20 يا حضرات، وصلنا لليوم ال 20، والشاشه قدامك اهي، ركز لك على الدنيا بحالها، قلناها وقف الفيديو وانقل براحتك وظبط حالك و